لسه مكملين معاكم فرحتنا بالنادي الاهلي وده معادنا والمتعه والاثاره النهارده يا جماعه. الفرحه ممزوجه كده بكل الاحاسيس الحلوه بعد الفوز المهم اللي حققه النادي الاهلي امبارح على حساب نادي كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا واللي بيحقق حلم الحصول على اللقب العاشر في تاريخ المارد الاحمر. عايزين نتكلم النهارده عن اللقاء وتحليله واداء الفريقين والفوز ده كمان بيمثل ايه في تاريخ النادي الاهلي وحصوله على اللقب. معانا الناقد الرياضي الاستاذ حمدي الحسيني نائب رئيس تحرير مجله الاهرام العربي. انا هصبح عليك واقول لك مبروك بقى على طول. صباح الخير والف مبروك لكل مصر مش للاهلاويه بس. ايوه كلنا نمنا امبارح مبسوطين يا استاذ حمدي، بس انا لفت نظري امبارح، حضرتك عارفه انا دايما بتابع قناتك على اليوتيوب حمدي الحسيني من الدرجه الثالثه، ادخل اشوف على طول اشوف التحليل، لقيتك كاتب عنوان حلو قوي الاهلي فرحه مصر. والحقيقه انه الناس الفتره اللي فاتت كانوا واثقين ثقه عمياء زي ما كنا بنتكلم قبل اللقاء في النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، بس انا عايز اسالك سؤال، هل ده سببه انه في ناس بتقولك ضعف المنافس ولا انه الاهلي كان بيلعب كل مباراه كانها بطوله لوحدها؟ لا الحقيقه ده راجع لقوه النادي الاهلي اكتر من مساله ضعف المنافس، وما فيش منافس يوصل لنهائي دوري الابطال البطوله الاولى او الاقوى في افريقيا ونقول عليه ان هو منافس ضعيف طبعا. وبعدين المنافس اللي هو كايزر تشيفز ده خرج فرق عريقه جدا وقويه جدا زي الوداد المغربي. كسب الوداد في ملعبه اللي هو الملعب اللي اتلعبت عليه المباراه امبارح، كسب 1-0 قبل ما يتعادل معاه في مباراه الاياب 0-0. فمنافس، لا منافس شرس وقوي وعنده انضباط تكتيكي كبير جدا، لكن كان امبارح الحقيقه النادي الاهلي موفق قوي لما حصلت نقطه التحول في نهايه الشوط الاول بطرد احد لاعبين طبعا كايزر تشيفز، وهو طرد مستحق. ويمكن انا اتكلمت مع حضرتك ومع الاستاذ محمد جاد طبعا في الحلقات السابقه عن الحكام، وقلت انه الحكم بتاع الفار رضوان جيد، كويس جدا ان هو موجود لانه حكم فير ونزيه وحكم كفء جدا. فالحكم ده هو كان صاحب القرار امبارح اللي عمل نقطه التحول. طبعا كانش فيه خلاف ان هو فعلا الطرد ده كان طبعا كان لكن لازم حكم المباراه حكم الساحه ادى بطاقه صفراء، ادى انذار. فنقطه التحول ان حكم الفار لما شاف اللعبه كويس قرر استدعاه، ولما الحكم راح شاف اللعبه لقى فعلا انها تستحق الطرد، فكانت نقطه التحول. والحكم ده على فكره رضوان جيد برضه كان صاحب نقطه التحول في مباراه الاهلي والترجي في نصف النهائي. بما ان حضرتك بتتكلم على نقطه التحول، يعني لو اتكلمنا وحللنا كده المباراه، ايه اللي حصل بين الشوطين؟ يعني الاهلي كان مستحوذ وكان بيلعب اداء كويس في الشوط الاولاني لكن ما بيحرزش اهداف، لكن بعد الطرد في الشوط الثاني الاهلي شفناه بشكل تاني خالص، ايه اللي حصل بين الشوطين من موسيماني مثلا؟ هل غير حاجه، لعب على حاجه؟ هو الحقيقه الاهلي كان نازل اللي هو الافضل والاكثر استحواذا على الكره، ده كان واضح جدا في الشوط الاول، لكن موسيماني كان مدي تعليمات للاعبته بالصبر على الفرقه دي، الفرقه دي محتاجه صبر كبير للي بيلعب معاها لانها بتدافع بشكل مكثف جدا، دفاع منطقه يعني يزهق اي فرقه قدامهم، فموسيماني كان مدي تعليمات للاعبته بالصبر، لكن هو كان بادئ امبارح بطريقه 4-2-3-1 اللي هي بتعتمد على الهجوم بشكل كبير، بعكس مباريات اخرى كان بيلعب ب4-3-2-1 وبيلعب بثلاث لاعبين ارتكاز في خط النص، فامبارح كان نازل ونيته الهجوم ضاغط من بدايه المباراه، لكن الفرقه الحقيقه كايزر تشيفز في الشوط الاول فرقه عندها انضباط تكتيكي كبير جدا، لعيبه بيسمعوا تعليمات المدرب بتاعهم وينفذوها كويس قوي، لكن طبعا اتهزوا. لما يلعبوا 10 لاعبين بلا شك ان هم اتهزوا، وفي الدقائق الاولى للشوط الثاني لو نلاحظ برضو كانوا متماسكين لحد ما محمد شريف كان ليه طبعا الهدف بتاعه اللي هو قلب المباراه تماما، وانا كنت واثق ان الفرقه دي لو دخل فيها جول حتى لو هم بيلعبوا 11 كانوا هينهاروا، لان الفرقه معتمده على الدفاع المغلق. لما بيدخل فيهم جول في مباراه نهائيه زي دي، جول زي 2 زي 3، لازم هيتقدموا للهجوم علشان يحاولوا يتعادلوا، وبالتالي بتتفتح ثغرات في دفاع الفرقه. وشفنا امبارح الاهلي ما شاء الله يعني قدم شوط تاني بقى هايل، واللعيبه لعبت بمزاج عالي قوي خصوصا محمد مجدي قفشه ده يعني لسه كنت بقول لك من حلقتين انه مش بس مان اوف ذا ماتش، هو مان اوف ذا اهلي يعني سيزون بالظبط يعني هو قفشه خطير ووجوده في الملعب خطير. ولو بنتكلم على قفشه دلوقتي، هل شايف انه النجاح اللي بيحققه قفشه ده من قفشه ولا ده موسيماني
وتأثير موسيماني على قفشة؟ هي المسألة مشتركة الحقيقة. قفشة لعيب مجتهد جدا جدا، وبدايته مع بداية الموسم ده ما كانش في أفضل حالاته، رغم أنه هو كان مسجل الهدف طبعا اللي جاب بطولة للنادي الأهلي في نهاية دوري أبطال إفريقيا السنة اللي فاتت، لما كان النادي الأهلي بيلعب أمام الزمالك، وطبعا الزمالك كان منافس محترم جدا في النهائي، وقفشة أحرز هدف الفوز. لكن بعد الهدف ده قفشة يمكن مستواه اتأثر شوية، لكن موسيماني الحقيقة قدر أنه يرجعه بسرعة جدا وطور أداؤه بشكل كبير قوي. قفشة الحقيقة كان أداؤه أبطأ من كده قبل ما موسيماني يجي، موسيماني قدر ان هو يخلي ايقاعه اسرع في اللعب ويخليه يتحرك تحركات ذكيه جدا، فالمساله مشتركه ما بين الاثنين الحقيقه. بما اننا بنتكلم على قفشه ووجوده اللي بيفرق فعلا في الملعب، عايز اكلمك على الثنائيات، الثنائيات اللي بين قفشه وشحات شريف والشحات، بتشوف الثنائيات دي ازاي وتاثيرها في الملعب؟ كانت موفقه جدا امبارح وفي المباريات الاخيره الحقيقه، مش امبارح بس في الهدف بالظبط، واصبح في تفاهم كبير جدا ما بين لعيبه النادي الاهلي، لدرجه ان هم ممكن يمرروا لبعض الكوره وهم مغمضين. يعني شفنا حتى في هدف عمرو السوليه الهدف الثالث، محمد شريف بعد ما خد الكوره كل الناس اعتقدت ان هو هيصلحها لنفسه ويشوطها، لانه بيلعبها بالكعب، فاجئ الملعب كله وفاجئ لعيبه كايزر تشيفز. جول الحقيقه بيفكرنا يمكن بهدف لحسام حسن في بوركينا فاسو في 98، برده كان حازم امام الثعلب طبعا الكبير عمل له الكره بنفس الطريقه، فاللعيبه وصلت لمرحله ان هم فاهمين بعض لدرجه ان هم ممكن يلعبوا على المغمض. ده حقيقي. لو اتكلمنا عن عمرو السوليه، عمرو السوليه لعيب برده مهم ولعيب اداؤه في تطور مستمر، ويمكن امبارح كمان كان ليه دور كبير، ولعيب جريء في الملعب وبيزيد في ظهر المهاجمين. صحيح بالظبط كده، وكمان بيشوط وبيجيب جون وعنده جرأه. هل بتشوف، انا دايما بحس ان انا بشوف في عمرو السوليه حسام غالي. عندك نفس الإحساس بتشوف ده في جرأته ولعبه في الملعب؟ عنده حتة من حسام غالي طبعا، بس أنا الحقيقة ميال لأنه حسام غالي كان لعيب يعني، لعيب كبير قوي حسام غالي بصراحة. طبعا طبعا، ولا شك عمرو السوليه لعيب كبير، بس كان حسام غالي عنده مواصفات إضافية عن عمرو السوليه. لكن عمرو الميزة فيه إنه هو عنده أدوار هجومية بيطلبها منه موسيماني، ولو لاحظنا طول الموسم بنلاقي إنه في لعيبة ارتكاز إما اثنين أو ثلاثة دايما بيعتمد عليهم موسيماني. عمرو السوليه أساسي، بيغير عليه إما حمدي فتحي أو أليو ديانج أو الاثنين بيلعبوا معاه، لكن الأساسي فيهم لما بيكونش طبعا عنده إيقاف ولا إصابة هو عمرو السوليه، لأن عنده أدوار هجومية مميزة جدا، بيزيد زي ما حضرتك قلتي ورا المهاجمين، وعنده جرأة التسديد. يعني أليو ديانج لعيب هايل لكن لسه دبابة بالظبط، ومجهوده جبار رهيب من هنا لهنا طول المباراة، رهيب لعيب خطير طبعا. وفي قطع الكرات بتاعة المنافسين يمكن رقم واحد في لعيب الارتكاز في النادي الأهلي، لكن ما عندوش لسه لا جرأة ولا دقة التسديدات بتاعة عمرو السوليه. هو رقم واحد في لعيب الارتكاز في النادي الأهلي الحقيقة في مسألة الزيادة الهجومية وكمان في التسديد، وجاب هدف امبارح طبعا رائع. يعني رأي ديانج اعتقد ان هو هيجي له عروض كتيره، يعني لعيب بالتأكيد برضو لعيب خطير من افضل المحترفين، عنده يمكن عنده مواصفات اوروبيه. والنادي الاهلي سنه صغير 23 سنه، والنادي الاهلي عمل خطوه ممتازه من كام شهر ان هو مدد له التعاقد بتاعه. فيعني لسه قدامه مع النادي الاهلي لحد 2024، الحقيقه لعيب مميز جدا، واتوقع ان النادي الاهلي ممكن يبقي عليه موسم كمان يستفيد منه فنيا طبعا، وبعد كده يبيعه بسعر كبير. عايزه اتكلم معاك عن حسين الشحات، كنا لسه بنتكلم عنه الحلقه اللي فاتت سوا، وقلنا انه حسين الشحات يمكن بدا يرجع للعب اللي جمهوره متعود عليه منه، بقينا نشوف اي نعم هو ما بيجيبش اهداف او ما جابش اهداف ما توفقش، لكن بدانا نشوف حسين الشحات، يعني هو بيصنع طبعا اهداف بس طبعا. بدانا نرجع تاني نشوف حسين الشحات. هل شايف انه رهان موسيماني عليه فعلا هو كسبه ولا لسه شويه؟ حسين الشحات عنده أفضل من اللي بيقدمه لا شك، إمكانياته أعلى من اللي هو بيقدمه، لكن موسيماني الحقيقة بيتعامل معاه بشكل نفسي كويس جدا، بنلاقي إن هو في بعض المباريات بيخليه جنبه على دكة البدلاء، هو بيبقى قاصد إن هو يحفزه علشان لما ينزل في المباراة اللي بعدها يؤدي أداء أفضل. فأنا شايف الحقيقة إن تعامل موسيماني معاه ورهانه عليه رهان كسبان، لكن لسه حسين الشحات عنده أفضل من اللي قدمه.
اكيد عنده افضل كتير وده اللي احنا متوقعينه منه. عايز اتكلم معاك بقى عن البطوله واللقطات الحلوه اللي شفناها. ما هي الفرحه بقى، احنا لازم ندخل في الفرحه طبعا. جنب التحليل واللقطات اللي يمكن لفتت نظرنا امبارح، تيشيرت بيب ورقم 10 طبعا. شفت اللقطه دي ازاي، خصوصا انه دايما احنا متعودين على الاهلي اللعيبه كلها يعني بتتربى على المبادئ وعلى القيم وعلى الاخلاق واحترام الكبير، والصوره معانا اهي على الشاشه قد ايه فعلا اللقطه دي كانت فرحه لوحدها في المباراه، يعني بعيد عن الفوز شفتها ازاي. هو لعيبه النادي الاهلي الحقيقه مقدرين جدا ان الكابتن محمود الخطيب الاسطوره والرمز عنده متاعب صحيه كبيره، ومع ذلك بيبقى مصر ان هو يكون معاهم في المهمات الصعبه وفي المباريات الكبيره اللي هي بتبقى فيها ضغوط عصبيه كتير قوي، فوجوده الحقيقه بيبقى مؤثر جدا بشكل ايجابي. مع اللعيبه كلهم طبعا لبسوه الميداليات في كاس السوبر مع نادي البركان في الدوحه، كانت لقطه هايله صراحه، لقطه جميله. فهم تعودوا ان يبقى في لمسه وفاء للكابتن محمود الخطيب مع كل لقب بيحرزوه. لقطه كانت جميله قوي، لقطه الشناوي امبارح طبعا اللعيبه كلهم متفقين عليها، وقبل كده كان اللقطه اللي عملها وليد سليمان بتاعت ان هم يلبسوه الميداليات كان ابتداها وليد سليمان. فده لا شك ان ده وفاء من اللعيبه للكابتن محمود الخطيب اللي هم حاسين بالمجهود اللي بيبذله معاهم وكمان بالمتاعب الصحيه اللي عنده الحقيقه. يعني احنا بنتمنى له كل السلامه وهو يعني بيبقى عنده دور كبير قوي معاهم. شايف برضو اللقطه دي استاذ حمدي وهم بيكلموا مؤمن زكريا في الطياره، مؤمن زكريا طول الوقت في القلب صحيح. يعني في القلب وبندعي له وربنا يشفيه. شايف صورته الحقيقه يعني الفرحه تحس فرحته ما بتكملش غير بمؤمن زكريا. صحيح، وهو كمان متواصل ومتفاعل معاهم على طول وبيتمنى لهم التوفيق في كل مباراه. وبيعجبني قوي ان هو يعني دايما هو بيقولوا عليه الغائب الحاضر معاهم. البطوله اللي فاتت علشان كانت النهائي بتاعها في مصر كان مؤمن زكريا في الملعب، اما البطوله دي فطبعا هو ربنا يشفيه عنده بعض المتاعب الصحيه اللي كان السفر هيرهقه طبعا. يعني هم كانوا عايزين ياخدوه معاهم لكن الحقيقه ربنا يديله الصحه، يعني ظروفه الصحيه ساعات ما بتسمحش بالسفر، فكويس ان هم يتواصلوا معاه على طول ويهدوا له اللقب. دي مساله بترفع من روحه المعنويه طبعا، وبتساعد في علاجه. بتاثر فينا احنا طبعا، يعني احنا شخصيا بتفرق معانا. بكل تاكيد هو كمان بيتاثر بشكل ايجابي جدا، ودايما بيعملوا المساله دي مع كل بطوله بياخدوها. عايز اقول لك كمان ان انا من الحاجات الحلوه قوي روح التعاون، وانه اللعيب اللي ما بيلعبش فرحان زيه زي اللي لعب، والاهلي اللي اخذ معاه كل اللعيبه اللي في القايمه حتى المصابين، كل ده برضه بينم على الاخلاق اللي كل الناس او الدروس اللي بيديها الاهلي لكل الناس. بتشوف برضه الروح دي ازاي؟ هي الروح دي انا شايف انها اساس الانتصارات، الروح الحلوه دي، لان في بعض الفرق بيكون عندها لعيبه قدراتها ومهاراتها عاليه جدا لكن العلاقه بينهم ما بتبقاش كويسه. بنلاقي ان اتنين لعيبه مثلا في مركز واحد دايما في بينهم مشاكل، والمشاكل دي ممكن تطلع على السوشيال ميديا في بعض الفرق والفرق الكبيره. ففرقه النادي الاهلي الحقيقه عندها الميزه دي، ميزه ان اللعيبه بتحب بعض، اللي ما بيلعبش ليه دور. يعني لما نلاقي واحد زي رامي ربيعه او سعد سمير او وليد سليمان اللعيبه الكبار ما بيلعبوش خالص، ومع ذلك نلاقيهم قبل المباراه بيوم او بيومين بيجتمعوا مع اللعيبه الصغيرين ويدوا لهم نصايح ويفهموهم اهميه اللقب للفرقه وللنادي. طبعا ده دور كبير جدا، حتى لو الناس ما شافتوش او ما كانش في الملعب، في ناس بيبقى عندها ادوار مهمه جدا بره الملعب، فدي ميزه للنادي الاهلي الحقيقه. ميزه كبيره. وقبل ما اختم هسالك سؤال، شايف بعد ما حقق النادي الاهلي النجمه العشره اللي ساب الاهلي خسر دلعه؟ اكيد طبعا. النادي الاهلي عايز اقول لحضرتك الناس اللي انضموا ليه، اللعيبه اللي انضموا ليه مع بدايه الموسم ده عملوا تاريخ في موسم واحد. فطبعا اللي بيسيب النادي الاهلي لا شك انه بيخسر كتير، والفلوس مش كل حاجه. الفلوس مش كل حاجه. الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. نورتنا استاذ حمدي الحسيني الناقد الرياضي، ودايما معانا كده بنحتفل معاك بالفوز والفرحه، بيبقى وشك حلو علينا يا استاذ حمدي. انا لما بشوفك بالليل على القناه بتاعتك بتحلل بتديني كده الحماس ان احنا نقوم الصبح نعمل حلقه حلوه. نورتنا استاذ حمدي الحسيني جدا، ودايما بكون سعيد معاك. ومبروك للاهلي والمصر. الله يبارك فيك. شكرا استاذ حمدي الحسيني. وحقيقه يا جماعه ما ينفعش حد ينكرها، الاهلي بيضيف لاي لعيب بيلبس التيشيرت بتاعه، والسر في فوز الاهلي دايما عمره ما كان لاعب او مدرب. والجيل اللي بيلعب ده يا جماعه من سنتين كنا بنقول ده مش احسن جيل للاهلي، سر الاهلي
في حاجتين: جمهوره العظيم اللي دايما في ظهر فريقه، وإدارات بتشتغل طول الوقت بقيم وأخلاق وسيستم. كل التحية لإدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب واللعيبة الرجالة والجمهور العظيم اللي دايما بيساند فرقته. والحداشر بقى يا أهلي، دي اللي مستنيينها منك. الحداشر إن شاء الله ألف مبروك لينا والمصر. فاصل ونكمل باقي فقرات حلقتنا.